مشاريع تهيئة مفتوحة، طرقات شبه منعدمة، مشاريع تنموية متوقفة، والمواطن في حيرة من أمره. هو حال أحياء ومشات بلدية الزيتون الحدودية في ولاية الطرف. طريق نتيح من عزيلة حتى الجني قضية راهي عبارك حالة لترسلال. عندنا دركة 3 كيلو دركة لنا كما يقولون نديروا في البريات ما كاين والو. براكة وجي في براكة، النقل نتاع التلميذ من هنا يمشي يروح في براكة وجي في براكة يقرأ فيها براكة مسودية في كاميو. هذه هي كيفاش الماء طانا ناقص، هبطونا الماء ما كاين والو. دركة باش يجي واحد يهبط عائلة باش يهبط ثم ساعتين ولا ثلاثة باش كاش متاطر يفرود يجو من هنا ما كاش. على الأقل يكون عندنا هنا عيادة أو مستوصف في قرية تحي الشهداء لسبب الاكتظاظ المتوسع بالزيتونة. قنوات الصرف الصحي منعدمة، طرقات مهترئة. المسؤول الأول عن الولاية أعطى تعليمات صارمة للمقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع بالإسراع في إتمامها وكذا النوعية في الإنجاز. كل مناطق إن شاء الله نأخذها بعين الاعتبار، كل مناطق نأخذها بعين الاعتبار، وين كاين مواطن واحد نأخذها بعين الاعتبار، ولكن حسب الإمكانيات المتوفرة لدينا. دائما كاين نسدي تعليمات اللي نسديوها للمسؤول المحليين أنهم يوقفوا على المشاريع تاعهم. الدولة ضخت أموال كبيرة، أنا كي نقول أموال كبيرة نهضر على 30 مليار 20 مليار 50 مليار، ماهيش أموال صغيرة، أموال كبيرة. ولكن المسؤول المحلي لازم يوقف على أموره، رئيس بلدية يوقف على أموره، ولو أنه تاع الهيدروليك هو صاحب المشروع ولكن رئيس البلدية عنده كلمته، يوقف على المشروع تاعو، يوقف على مدى الإنجاز تاعو كيما نقولوا لاكاليتي. وضعية سيئة أثرت على سيرورية حياتهم اليومية ونشاطاتهم التجارية، آملين أن تشرع الهيئات الوصية بالانطلاق في مشاريع التهيئة لكي يستعيد وسط المدينة بريقه.